أهلا بكم في نشرة الأخبار من قناة بلقيس، ونبدأها بالعناوين. لجنة المعتقلين في المشاورات تواصل نقاشاتها، والمبعوث الأممي يبحث مع وفد الميليشيا الانسحاب وتسليم السلاح. تمت السيطرة على العلم والسليم، هذا نقطة السليم وهذا المحطة حق السليم. اشتداد المعارك غربي شبوة، والجيش والمقاومة يسيطران على مواقع عدة من قبضة الميليشيا. رئاسة جامعة صنعاء المعينة من قبل الميليشيا تفصل 66 أكاديمياً. واصلت لجنة المعتقلين المنبثقة عن مشاورات الكويت جلساتها اليوم، وقالت مصادر سياسية إن لجنة المعتقلين وصلت اجتماعاتها اليوم ومناقشة الآليات الخاصة بالإفراج عن المعتقلين. وبحسب المصادر فإن هناك تصميماً أممياً على أن يتم الإفراج عن مئات المعتقلين قبل شهر رمضان. إلى ذلك عقد المبعوث الأممي جلسة منفصلة مع وفد ميليشيا الحوثي وحلفائهم، وتم مناقشة عدد من القضايا منها الانسحاب من المدن، تسليم السلاح وفقاً للقرار الأممي 2216. وفي السياق ذاته قال المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد إن مشاورات الكويت تقترب من الاتفاق على مبادئ محددة ترتكز على حل سياسي. وأضاف ولد الشيخ في بيان له أن المشاورات في موازاة ذلك تحرز تقدما على صعيد قضية الأسرى والمعتقلين، متمنيا من طرفي المشاورات الالتزام بوعودهما والإفراج عن مجموعة كبيرة من الأسرى والمعتقلين خلال الأيام المقبلة. وفي سياق متصل قال وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند إن بلاده ستواصل العمل مع جميع الأطراف لدعم حل سياسي شامل للصراع في اليمن، مؤكدا أن السماح بانهيار الدولة ليس خيارا. وأوضح هاموند في مؤتمر صحفي عقد عصر اليوم في مدينة جدة السعودية أن بلاده تدعم دول الخليج في سعيها لتحقيق السلام في اليمن، مؤكدا أن لندن لن تغض الطرف عن تجاوزات إيران في المنطقة. وبدأ هاموند اليوم زيارة إلى دول الخليج العربي لبحث عدد من الملفات يتصدرها ملفان رئيسيان هما محاربة تنظيم الدولة الإسلامية والأزمة في اليمن. داعش والمهددات الأخرى في اليمن فإن هنالك تقدما قد أحرز. ميدانيا تمكنت قوات الجيش الوطني والمقاومة من تحرير مواقع عدة غربية محافظة شبوة. وقالت مصادر عسكرية إن القوات تمكنت من السيطرة على عدد من المناطق في عسيلان وبيحان، فيما تتواصل المعارك في جبل بن عقيل ومفرق حما. تمت السيطرة على العلم والسليم، هذا نقطة السليم. في محاولة لوضع حد لخروقات الميليشيا بشبوة، شن الجيش الوطني والمقاومة عملية عسكرية واسعة في بيحان وعسيلان، تمكن خلالها من تحقيق تقدم كبير في مواقع كانت تتمركز فيها مجاميع من ميليشيا الحوثي والمخلوع. مصادر محلية أكدت أن العملية انطلقت من ثلاثة محاور هي الصفراء وعسيلان ومحور الساق، وتمكنت القوات من السيطرة على منطقة العلم والسليم والسويداء وجبل شميس العكدة ومناطق أخرى. نحن لن نهاجم العدو، بل هو هاجم الصباح فصدينا هجومه ومن ثم واجهنا المناطق المسيطر عليها. المناطق المسيطر عليها كامل السليم سقط نهائيا، الصفراء ماتت موت، لكن لم تسقط في 21 ولكن ماتت مقطوع الخط. وتشارك في المعارك وحدات من اللواء 19 مشاة واللواء 21 ميكا، بالإضافة إلى المقاومة الشعبية التي تهدف إلى تحرير بيحان وباقي مناطق عسيلان. اليوم السيطرة على السليم والعكدة والعلم وشميس والخيبر والآن بلقوم وإن شاء الله ومنطقة الهجر. خلفت المعارك عشرات القتلى والجرحى من الجانبين، فيما لا تزال المعارك متواصلة في عدد من المناطق أهمها جبل بن عقيل ومفرق حماة ومواقع أخرى. إذن هل تكون هذه هي المعركة الأخيرة في مديرية بيحان وشبوة، وتعود مناطق المديريتين إلى قائمة المناطق المحررة من الميليشيا؟ الله أكبر الله أكبر.
ومعنا من شبوة الإعلامي في المقاومة الشعبية مفضل حاتم. أستاذ مفضل، ماذا عن آخر التطورات العسكرية في جبهتي عسيلان وبيحان؟ نعم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في الحقيقة لقد تحققت الكثير من الانتصارات العظيمة على يد أبطال اللواء 19 والمقاومة الشعبية واللواء 21 ميكا، بالإضافة ومساندة المقاومة الشعبية في الجبهة الشرقية بيحان. وقد تم يعني قتل العديد من الحوثيين وأسر العديد منهم، وتم السيطرة أيضا على منطقة الصفراء وعلى بعض المناطق فيها، بعض العكيدة المطلة عليها، وأيضا مناطق السيطرة في بيحان كنقطة السليم التي تعتبر النقطة الرابطة بين العاصمة المحافظة عتق وبين بيحان، ومن ضمنها أيضا جبل شميس والعكدة المطلة على منطقة السليم. وقد تحدث الشيخ صالح أحمد الحارثي رئيس مقاومة وادي بيحان، وكان يتحدث من الموقع نفسه ومن نقطة السليم مباشرة. نعم أستاذ مفضل، من أي ناحية تمثل هذه السيطرة أهمية استراتيجية، المناطق التي تم السيطرة وذكرتها الآن؟ نعم إذا تذكر لنا يعني الأهمية الاستراتيجية لتلك المناطق. الأهمية الاستراتيجية لتلك المناطق التي تم السيطرة عليها اليوم تعتبر مناطق مرتبطة بين عاصمة المحافظة عتق وبين النقوبة، تعتبر خط إمداد كان يسند الحوثي ويمتد ويأتي بأمداده منه، لكن بحمد الله سبحانه وتعالى وبأبطال المقاومة الشعبية والجيش الوطني التابع للواء 21 ميكا والجيش التابع للواء 19 تم قطع خطوط الإمداد على الحوثيين بمشيئة الله سبحانه وتعالى. أستاذ مفضل، أين تتركز الآن العمليات العسكرية والمعارك؟ حاليا الآن المعارك تدور في منطقة الصفراء الجبهة الشرقية بيحان، ولا زالت المعارك والاشتباكات مستمرة إلى اللحظة، وأيضا تدور معارك الآن في منطقة السليم وغيرها من مناطق بيحان، وبالإضافة أن قد تم السيطرة على الكثير من المناطق في الجبهة الأخرى اللي هي منطقة السليم وجبل شميس وحيد بن عقيل. كان معنا من شبوة الإعلامي في المقاومة الشعبية مفضل حاتم، شكرا جزيلا لك. في محافظة البيضاء أصيب طفل في 12 من عمره برصاص ميليشيا الحوثي والمخلوع في مدرية القريشية بقيفة رداع. وذكرت لجنة التهدئة أن الميليشيا تواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار بقصف الأحياء السكنية وبحشد تعزيزاتها في عدد من المواقع. لا شيء تغير في محافظة البيضاء، وليست فقط مواقع المقاومة من ترزح تحت قصف الميليشيا، بل حتى القرى الآهلة بالسكان تواجه نفس المصير في عدة مديريات. ففي مديرية الزاهر آل حميقان تواصل الميليشيات الإنقلابية قصف القرى ومواقع المقاومة في مناطق الحبج والأجردي والضرفة وسوداء غراب، مع استمرار الحشود العسكرية إلى مواقع الميليشيا بعد عجزها عن التقدم في هذه الجبهة. وفي مديرية ذي ناعم لا يختلف المشهد كثيرا، حيث تعرضت المساكن في مناطق يفعان وصباح وطياب للقصف، في حين يسقط من يوم لآخر جرحى من السكان وتقع خسائر في الممتلكات. على مقربة من مديرية القريشية قيفة رداع تكثف الميليشيات القصف على مناطق نوفان وعيشما في بلاد آل الجوف قيفة، بغية استعادة السيطرة على هذه المناطق التي دحرت منها في وقت سابق، في لحظة تواصل الدفع بتعزيزات عسكرية للتقدم نحو حدود مأرب. الحال كذلك في جبهة الوهبية والعبدية، المناطق الحدودية بين محافظتي البيضاء ومأرب، حيث قصفت الميليشيا المتمركزة في الوهبية بمديرية السوادية مواقع المقاومة في مناطق كرن والعبدية بين البيضاء ومأرب بمختلف الأسلحة الثقيلة. كل هذا التصعيد الميداني للميليشيا في هذه المحافظة واستمرار خروقاتها بحسب مصادر تجعل المقاومة ترد على تلك الخروقات في إطار ما أسمته حق الرد. ناشد رئيس اللجنة الطبية في محافظة تعز الدكتور فارس عبد الغني منظمات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي وأطباء بلا حدود بسرعة التحرك لإنقاذ المدنيين وخصوصا مرضى الفشل الكلوي والسرطان. وقال عبد الغني في تصريحات صحفية إن الوضع الطبي في تعز يسير من السيء إلى الأسوأ،
مشيرا إلى ارتفاع عدد القتلى إلى نحو 2000 وأكثر من 13,000 جريح، بينهم قرابة 9,000 معاق. وأشار إلى أن المستشفيات في تعز تعاني من نقص شديد في العلاج والأكسجين، وأن كل ما وصل من المنظمات أخيرا تم استهلاكه، ومخزون الأدوية لا يغطي إلا 10 أيام. وفي سياق متصل، قال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في محافظتي تعز وإبحة حسين يونس إن الأمم المتحدة تبذل جهودا لإيجاد ممر آمن لإيصال المواد الإغاثية للمحتاجين في محافظة تعز قبيل شهر رمضان. وأوضح حسن أن الممر الآمن قادم من 3 محافظات هي إب والحديدة وعدن، ويصل إلى كافة مديريات تعز، مطالبا مختلف الأطراف بالتعاون لإنجاح هذا العمل في أسرع وقت ممكن. وأفاد منسق الأمم المتحدة أن هذه المساعدات مقدمة من قبل دول عدة، منها دول خليجية ومنظمات إنسانية. استشهد مدني وأصيب 2 آخران جراء قصف ميليشيا الحوثي والمخلوع الأحياء السكنية في تعز، هذا وقتل 2 من قوات الجيش والمقاومة، وأصيب 9 آخرون جراء قصف الحوثيين وهجماتهم على موقع الكرساح في الضباب، إلى أن المقاومة صدت هجمات الميليشيا وأجبرتها على التراجع. مدنيون وآخرون من أفراد الجيش الوطني والمقاومة هم ضحايا القصف المتجدد لميليشيا الحوثي والمخلوع على الأحياء السكنية ومواقع الجيش والمقاومة بتعز. محاولات عديدة تقوم بها الميليشيا للتقدم في مواقع الجيش والمقاومة في الكرساح بالضباب والأقروض وكذا ضبي ونجد السلف ومواقع أخرى في الجبهات الشرقية والشمالية والغربية باءت بالفشل بحسب مصادر ميدانية. الأحياء السكنية في أنحاء متفرقة من المدينة وقرى آهلة بالسكان في الصرم والذنيب وبلعان بعزلة الأقروض وظبي الأعبوس وقرى أخرى في المحافظة تعرضت للقصف مخلفة ضحايا مدنيين وأضرارا في ممتلكات المواطنين. يوم يمضي وآخر يأتي ولا يرى سكان هذه المدينة من الهدنة سوى نقيضها، في تأكيد واضح على أن لا رغبة للميليشيا في إحلال السلام. وفي الضالع، نفذت المقاومة الشعبية في موريس عملية نوعية استهدفت موقعا لميليشيا الحوثي والمخلوع. وقالت مصادر في المقاومة إن وحدة من عناصرها اقتحمت موقعا تابعا لميليشيا الحوثي والمخلوع في منطقة نجد القرين جنوب دمت، وتمكنت من قتل 7 وجرح عدد آخر قبل أن تنسحب إلى مواقعها. وذكرت المصادر أن هذه العملية تأتي ردا على استمرار خروقات الميليشيا وقيامها بقتل أحد أبناء المنطقة بتهمة الاتصال بالمقاومة. إلى محافظة لحج، حيث اغتيل جندي في الجيش الوطني برصاص مسلحين مجهولين. وقالت مصادر محلية إن مسلحين على متن دراجة نارية هاجما جنديا في الجيش الوطني بمدينة الحوطة عاصمة لحج وأطلقا عليه النار ما تسبب في وفاته على الفور. إلى ذلك تحدث شهود عيان أن قوات الجيش انتشرت في المدينة وفرضت عددا من الحواجز العسكرية وبدأت عملية تفتيش واسعة. في سياق آخر، وجه الرئيس عبد الرب منصور هادي محافظي عدن ولحج والضالع بوقف عاجل لعمليات ترحيل المواطنين من تلك المحافظات، وتضمن التوجيه إصدار بطائق شخصية للمواطنين الذين لا يملكون هويات بحسب القانون وباتخاذ الإجراءات اللازمة. أخيرا خرج الرئيس عن صمته ووجه رسالة إلى من يسعون إلى إثارة النعرات المناطقية في جنوب البلاد. شملت الرسالة 3 محافظات هي عدن والضالع ولحج التي جرى فيها مؤخرا ممارسات بدوافع تحريضية عنصرية دفعت بالعشرات من أبناء المحافظات الشمالية خارج عدن وأخواتها. عرفت هذه المدن بأنها مصدر للعمل والكسب، لكنها ومع الفترة التي شهدت اجتياحا للميليشيا وتحررت في يوليو الماضي مكنت فصيلا في الحراك الجنوبي من الوصول إلى السلطة، فصار المتحكم بزمام الأمور في عدن.
إذ وجد هذا الجناح القادم إلى السلطة حديثا ملاذا في ذلك، فسلك الطريق التي اختارها لتحقيق مآربه، وبدأ بعزل عاصمة البلاد المؤقتة عن محيطها، دافعا ببعض المحسوبين عليه إلى اتخاذ سلوك عدائي ضد طبقة من عمال البسطات والمطاعم، حيث طالتهم مزاعم العمل في شبكات مخابرات لصالح الرئيس المخلوع، ويجري التعامل معهم بطريقة مهينة كما تعرضوا للاعتداءات والضرب. استدعى هذا السلوك العدائي إصدار توجيه بوقف ما من شأنه أن يصب في مصلحة من وصفتهم رسالة هادي بالقوى الإنقلابية والمتمردة، لكنها في الوقت ذاته تجنبت فتح تحقيق الترحيل كونها دعت إلى العمل وبصورة عاجلة بالتوقف الكامل لترحيل أي مواطن يمني من هذه المحافظات ومحاسبة كل من يخالف ذلك وبشكل صارم، كما أكدت العمل على إصدار هوية شخصية لمن لا يملكونها. ليبقى السؤال الأهم الآن، هل ستلقى رسالة المسؤول الأول عن كل ما حدث ويحدث صدى لدى مسؤولي عدن الجدد، أم أن الرئيس سيحتاج للمزيد من الرسائل الإطفائية وإطلاق المزيد من التحذيرات؟ أصدرت رئاسة جامعة صنعاء المعينة من قبل ميليشيا الحوثي قراراً بفصل 66 أكاديمياً من أعضائها، ونص القرار على إنهاء خدمات بعض أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بالجامعة استناداً لقوانين الجامعات اليمنية وجامعة صنعاء. وبررت رئاسة الجامعة المعينة من الميليشيا القرار بتجاوزهم الفترة القانونية التي منحت لهم للإجازة وانقطاعهم عن العمل. يشار إلى أن ميليشيا الحوثي كانت قد أصدرت في وقت سابق قراراً بفصل عشرات الصحفيين المعارضين لها من وظائفهم. في سياق آخر، أكد وزير الأشغال وحي أمان ضرورة أن يضغط المجتمع الدولي من أجل إنهاء الصراع الذي أدى إلى تدهور الأوضاع في مختلف المجالات. وأوضح أمان أن اليمن عانى ظروفا استثنائية لم تمكنها من تحقيق أهداف التنمية المرجوة، مشددا على ضرورة رفع الحصار عن مدن مثل تعز لتصل المساعدات إلى سكانها. وزير الأشغال: البلد تعاني من ظروف استثنائية لم تمكنها من تحقيق التنمية. دشن مكتب الصحة العامة والسكان في مأرب عمل الفرق الطبية المتنقلة في مديريتي حريب بيحان والعبدية بدعم من منظمة يونيسيف. وقال مدير عام الصحة عبد العزيز الشدادي إن الفرق الطبية تعمل على تقديم العلاجات المجانية وخدمات الرعاية التكاملية في التحصين ورعاية الأطفال والنساء الحوامل على مدى 12 أسبوعاً على التوالي. وأشار الشدادي إلى أن مكتب الصحة سيعمل على توفير كافة المستلزمات العلاجية للفرق الطبية المتنقلة. دشن تحرك فريقين طبيين لمديريتي بحريب بيحان والعبدية، صفت لها إن شاء الله تعالى 4 فرق طبية في عدد مديريات، منها رحبة وجبل مراد والجوبة ومجزر ومدغل ورغوان إن شاء الله تعالى في غضون الأسبوعين القادمين. هذه الفرق الطبية مدعومة من منظمة اليونيسف. الفريقين المتحركين اليوم بتعاون مع بتنفيذ مؤسسة بناء للصحية للتنمية الصحية والمجتمعية. تأتي هذه الفرق في إطار برنامج التغذية الذي هو يعتبر وليد في المحافظة، لكنه ولد شابا، ونحن بفضل الله عز وجل قمنا بإجراءات كبيرة، كان منها في العام الماضي 11 فريق طبي غطت 7 مديريات، ونحن اليوم نواصل السير بإذن الله عز وجل. سيتم في خلال 12 أسبوع أداء الفريقين الطبيين لمسح كامل لمديريتي حريب بيحان والعبدية. نأمل من جميع الفرق أن تشد من عزمها وأن تؤدي الواجب المناط بها، كما نأمل من الأخوة. إلى حضرموت، حيث حذرت السلطات الطبية في مدن ومديرية الساحل من انتشار وباء حمى الضنك في بعض المديريات بعد تسجيل حالة وفاة بالمرض، حيث بدأت فرق المكافحة وبدعم من الهلال الأحمر الإماراتي تنفيذ حملات رش وقائية تستهدف البعوض الناقل للمرض في عدد من المديريات. حمى الضنك تطل برأسها من جديد في حضرموت التي لا يزال سكانها يتذكرون بألم وحسرة مأساة فقدانهم لأحبائهم ممن فتك بهم المرض الذي اجتاح مدن حضرموت وأصاب الآلاف من سكانها وحصد أرواح العشرات، بينهم نساء وأطفال وأطباء أصابتهم عدوى الفيروس،
أثناء محاولتهم إنقاذ الضحايا، حيث حذرت السلطات الطبية في حضرموت من موجة انتشار جديدة للمرض بعد تسجيلها حالات إصابات بحمى الضنك، فيما شيع أهالي مدينة غيليبا وزير شرقي المكلا أولى ضحايا الفيروس. سجلت العديد من الحالات الأسبوع الماضي، كان عندنا 10 حالات مرضية وعندنا حالة وفاة في مديرية غيليبا مدينة غيليبا وزير. وفي محاولة منها لتفادي تكرار الكارثة السابقة، بدأت السلطات الطبية في ساحل حضرموت تنفيذ حملات رش وقائية ترى أنها لا تقبل التأخير، تستهدف عددا من المديريات والتجمعات السكنية بدعم من الهلال الأحمر الإماراتي. هذه الحملات تأتي وقاية للمواطنين من انتشار وباء حمى الضنك والحميات الفيروسية التي شهدتها مدن ساحل حضرموت بعد التعرض المحافظة لإعصار تشابالا، حيث سجلت هناك عدد من الوفيات وحالات الإصابة. الآن نحن في موسم الانتشار الفعلي من مارس إلى أغسطس، بدأت الحالات تزايد مرة أخرى، لذلك ستنفذ هذه الحالات إن شاء الله تعالى أن نحن لا تتكرر الكارثة التي حصلت بعد الإصابة. ويأتي التدخل الإماراتي تواصلا لمساعيها الإنسانية، حيث وقع ممثلو الهلال الأحمر الإماراتي بالمكلا اتفاقية مع البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا، تقضي بتمويله لكافة حملات الرش الضبابي لمكافحة البعوض الناقل لحمى الضنك والحميات الفيروسية خلال فترة موسم المرض الممتدة من شهر مارس الماضي وحتى أغسطس القادم. تأمل السلطات الطبية في حضرموت أن تنجح مساعيها في القضاء على البعوض الناقل للفيروس ومنع تكرار المأساة التي خلفها انتشاره مطلع العام الحالي. محمد اليزيدي لقناة بلقيس المكلا. في عدن انتشلت فرق الإنقاذ 4 جثث لشباب غرقوا أثناء ارتيادهم البحر في المدينة، وقالت مصادر إعلامية إنه تم انتشال جثث 4 شباب تعرضوا للغرق أثناء سباحتهم في ساحل البريقة غربي مدينة عدن، وأكدت المصادر أن الضحايا من أسرة واحدة وينتمون إلى منطقة الصبيحة في محافظة لحج. وفي عدن أيضا أقامت جمعية الحاسوب العلمية في كلية التربية بالجامعة فعالية ثقافية وفنية، وتضمنت الفعالية حملة تشجير للكلية ومعرضا للصور للتعريف بعدن قديما وحديثا. مراسلتنا مروى العزاني والتفاصيل. تحت عنوان أمي عدن أقامت جمعية الحاسوب العلمية في كلية التربية جامعة عدن حفل فعالية تضمن العديد من الفقرات. الفعالية هي جزء من النشاط، عند النشاط الأكاديمي وعند النشاط الصفي الذي تنمو وتنور وتنشر مواهب وإبداع الطلاب في كافة المجالات، هي عملية متكاملة في العملية التعليمية. تظهر عدن في الماضي من خلال معرض للصور بيّنت الثقافات المختلفة التي اعتادت المدينة على احتضانها. السنة رجعنا للحياة من جديد من خلال المعرض، اكتشفنا حاجات جديدة بعدن ما كناش نعرفها. تعريف الطلاب بعدن وبحضارتها في القديم وفي الحاضر. رافقت الفعالية حملة تشجير دشنت في ساحة الكلية ليغرس بهذه الشتلات مسؤولية الجميع تجاه بيئة صحية تسمو برفع الوعي المجتمعي لأهمية التشجير. اولا احنا من هدف احنا بحمله التشجير ان نغير منظر الكليه، خاصه انها بعد الحرب يعني كان منظرها مش تمام، اتغيرت الان حتى نجيب احنا غرسات وشتلات كذا. وبعرض مسرحي صامت اختتمت الفعاليه، اراد من خلاله الطلاب احياء الانشطه الفنيه في الجامعه بعد توقفها لسنوات. يتحدث طلاب الجامعة جميع الصعوبات ليثبتوا من خلال هذه الفعالية أن عدن ما زالت تحمل الكثير. مروى العزاني، قناة بلقيس، عدن. إلى هنا تنتهي النشرة، نذكركم بالعناوين. لجنة المعتقلين في المشاورات تواصل نقاشاتها، والمبعوث الأممي يبحث مع وفد الميليشيا الانسحاب وتسليم السلاح. تمت السيطرة على العلم والسليم، هذا نقطة السليم وهذا المحطة حق السليم. اشتداد المعارك غربية شبوة، والجيش والمقاومة يسيطران على مواقع عدة من قبضة الميليشيا. رئاسة جامعة صنعاء المعينة من قبل الميليشيا تفصل 66 أكاديميا. قدمنا لكم هذه النشرة من قناة بلقيس. مشاهدينا يمكنكم زيارة موقع القناة الإلكتروني وأيضا التفاعل مع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. في أمان الله وحفظه.